سباق قديم، يعني يعتبر عمره فوق 500-600 سنة وأكثر، لأن الأكثر الأبنية هون القديمة سقف خشب، ما كان في بيتون ولا كان سقف شجر. هاي على دليل إنه إيش البناء قديم جدا. السباط يعمروا مشان يعمروا على ظهره، يستخدموا غرفة ويوصل بين الدور. كان بيريح عنا ضيقة في البيوت، بقى بزوج ابنه بعمر غرفة زيادة في ضيقة، لأنه بيعمر حيط عند جيران، حيط ما عنده بيعمر غرفة منشان من الضيقة، منشان يوسع بيته.